بسم الله الرحمن الرحيم. في محاضرة اليوم سوف نتكلم عن الكاتب الفكتوري العظيم توماس هاردي. سوف نتكلم عن حياته وأعماله الأدبية. توماس هاردي's life and works. هذه هي صورة توماس هاردي وهذا هي توقيع توماس هاردي. توماس هاردي was born in 1840 and died 1928. He was born of humble parents at Upper Bookhampton near Dorchester. يعني كان ولد لأباء من أصول متواضعة في منطقة Upper Bookhampton بالقرب من Dorchester. When he left school, he was apprenticed to a local architect and a church restorer. عندما غادر المدرسة كان يتدرب عند مهندس محلي وكان مجدد في الكنيسة. نعرف الكنائس الإنجليزية دائما تحتاج إلى تجديد، فكان يعمل في الكنائس وفي البناء من أجل التجديد، وهم بما يسمى stone mason. He read the works of Comte, Mill and Darwin. لقد قرأ كتب كومت والإصلاح الشهير جون ستوارت ميل and تشارلز داروين، والتي ساعدت في تشكيل أفكاره وشخصيته، which helped shape his thoughts. The philosophy of his work echoes Schopenhauer's the world as a will and idea with the immanent will which makes notion of a free will illusory. إذن هو كان يؤمن بأفكار شوبنهاور والتي تقول بأن الإنسان إرادة الإنسان ليس حر، وأن القدر يلعب دورا كبيرا في حياته ومجرى الأحداث في حياته، وأن الإنسان لا يستطيع أن يتخلص من قدره. توماس هاردي's work. لقد كتب توماس هاردي 14 رواية. He wrote 14 novels. We can say 7 of them are major novels. واللي هم قدامنا الآن Under the Greenwood Tree في عام 1872, Far from the Madding Crowd 1874, The Return of the Native 1878, The Mayor of Casterbridge 1886, The Woodlanders 1887, Tess the Bavarians 1891, Jude the Obscure 1895. طبعا الأخيرة هي عبارة عن أشعار لأنه تحول إلى الشعر بعد آخر رواية له Jude the Obscure، والتي سببت مشاكل كثيرة لتوماس هاردي، منعته عن كتابة الرواية، فاعتزل الرواية أكثر من 30 عام ولم يكتبها وتحول إلى الشعر. وأشعاره طبعا كانت في ديوان احنا بنسميه واسكس بونز. هنا ولد توماس هاردي، في هذا الكوخ ولد توماس هاردي، The Hardy Cottage in Higher Bookhampton, Dorchester. Features of Thomas Hardy's novel. ما هي مزايا أعمال وروايات توماس هاردي؟ Interest in the life of the peasants. إنه كان يهتم في حياة الفلاحين. In an age of decline and decay of peasantry. في ظل انهيار النظام الزراعي. The feudal system والنظام الإقطاعي والتحول إلى النظام الصناعي. فكان يهتم في حياته والتغييرات التي حصلت للمزارعين في إنجلترا مع بداية الثورة الصناعية. إذن كان يهتم في حياة peasants, interest in the life of the peasants in the age of decline and decay of peasantry. Nostalgia for the pastoral and the patriarchal way of life. كان يحن إلى أساليب ونظام الحياة الرعوي الريفي السلطوي الأبوي. Deterministic view deprived of the constellation of defined order. طبعا كانت عنده نظرة محددة تمام وبعيدة عن أي نوع من المواساة في النظام الإلهي. Deterministic view. Man's life is controlled by hostile cruel fate.
وكان يقول بأن حياة الإنسان هي يتحكم فيها القدر القاسي العدواني insensible chance، والذي كان يسميها insensible chance، القدر الذي لا يشعر ولا يحس بمأساة الإنسان. وهنا طبعا رواية والذي كتبها في عام 1876 The Return of the Native. إذن هذه الأعمال الروايات الرئيسية السبعة، لأنه كتب another seven minor novels. هذه الروايات أنا طبعا عملت فترة الدكتوراه فيها، موجود كتاب على جوجل واللي حللت فيها أعمال توماس هاردي from the under Greenwood tree up to Jude the Obscure. زي ما حكينا معظم شخصيات توماس هاردي الفلاحين، معظمهم عاشوا في الريف وشاهدوا أثر الثورة الصناعية على حياتهم، على أرزاقهم، وعلى التغير المجتمعي في مناطقهم. Interest in the life of the peasants in an age of decline and decay of peasantry. Nostalgia for the pastoral and patriarchal way of life. والحنين إلى النظام الرعوي. Deterministic view deprived of the consolation of divine order. كان ينظر إلى القدر بأنه شيء قاسي وعدواني، و أن حياة الإنسان محاطة بقوة عدوانية، قوة قاسية لا ترحم. هذا اللي كان يسميها insensible itself. كان هيك معظم روايات ومصاري تنتهي بالتراجيديا، تنتهي بالتراجيديا. هيك يسموه he is a tragic novelist، وهو روائي تراجيدي. مزايا أعماله features of Hardy's novels superb sense of a place، قدرته على وصف المكان وإحياء المكان وجعل المكان شيء يتحرك. description of ruins، وصفه للآثار. churches، آثار الكنائس. towers، الأبراج. walls، الجدران. And also important monument، والآثار المهمة like Stonehenge. وهو كمان بنعرف أنه المنطقة اللي عاش فيها توماس هاردي والمحيط كان هو جزء من مملكة الأنجلو ساكسون القديمة. مهم جدا تحضر محاضرة الأنجلو ساكسون على القناة عشان تفهموا، فكانت مليئة بالآثار من أيام الأنجلو ساكسون، وطبعا كمان من أيام الرومان، لأنه هي كانت منطقة تعرضت للغزاة كثيرا. المنطقة التي عاش فيها توماس هاردي على مدار التاريخ، عشان هيك حنلاقي بصف كثير من آثار رومانية، آثار من أيام الأنجلو ساكسون، وتذكارات موجودة في هذا المكان لهذا اليوم. فهو عنده support sense of a place description of ruins of the chairs, towers, walls, but also important monuments like Stonehenge. He loves detail. روايات توماس هاردي مليئة بالتفاصيل. Love of detail. To strengthen the final effect. A naturalistic approach. وهو طبعا الاتجاه والتوجه الطبيعي. فهو يحب التفاصيل، مليئة بالتفاصيل. وصفه لإجدنبيس رائع جدا في Return of the Native. وصفه لشخصية باتشيبا في الرواية اللي قدامنا هنا Far from the Madding Crowd رائع جدا. وصفه لشخصيتها وقوتها رائع جدا. وصفه لمير في كاستربريدج ومشاعر هنشل عندما باع زوجته وابنته في بداية الرواية مرعب جدا، منظر لا يمكن أن ينسى. وصفه للريف الصراع بين هنشل وفارفري مرعب جدا. روايات هاردي it is a must read لكل طالب في اللغة الإنجليزية والأدب الإنجليزي، لازم يقرأ جميع روايات توماس هاردي لكي يتمتع ولكي يعيش أجواء الريف الإنجليزي ويعيش التغيرات التي كانت تحدث في الريف الإنجليزي أثناء الثورة الصناعية.
اسلوب توماس هارت. توماس هارت is a style, writing style, use of color strongly linked to emotion and experience. استخدامه للألوان التي لها رابط قوي مع العواطف والتجربة, especially connected with the natural landscape, والتي لها علاقة في المكان الطبيعي. وصف الناتشورال لاند سكيب والريف الانجليزي والمظاهر الطبيعيه شيء مرعب جدا. هنا توماس هاردي في الريف الانجليزي مع كلبين. فيكتوريان اومنيشنت ناراتور, طبعا مستخدم الراوي العليم بكل شيء. ويش سم تايم بيكمز اوبتروسف. Use of cinematic technique, استخدم التكنيك السينمائي, similar to the camera eye or and the zoom. فانت بتشعر وانت بتقرا روايات توماس هاردي انه واحد معاه كاميرا وبيصور الشخصيات وبيصور الاماكن وبيصور الطبيعه وبيصور الشوارع وبيصور الريف الجديد اثناء الصيف واثناء طبعا الشتاء القارس. مهم جدا انكم كمان تقراوا روايه جود ذا اوبسكيور ان شاء الله, واللي حتكون نطرحها في مساق روايه واحد, واللي بتتكلم عن جود وبتتكلم عن القريه اللي عاش فيها ميري جرين وعن الطبيعة. وصف خيالي. Detailed control language, ولغة يتحكم فيها ولغة تفصيلية. Rich in symbolism, غنية بالرمزية وبالرموز. Use of metaphor, وكان يستخدم الصور البلاغية واللي احنا طبعا شرحناها كامل, symbolism والميتافور والسيميلي والمسنفيكيشن في محاضرة اسمها Figures of Speech موجودة على القناة. Important role of the language of sense impressions, وأهمية الدور اللي بتلعبه لغة الانطباعات الحسية, اللي هذا كان هو أسلوب توماس هاردي. So the style of Thomas Hardy, use of color strongly linked to emotion experience, especially connected with natural landscape. الراوي العليم بكل شيء, حتى في بعض الأحيان يقول لك والله هذا ممكن يكون عائق, ولكن هو كان يسرد القصة عن طريق الراوي العليم بكل شيء. وإحنا قلنا الراوي العليم بكل شيء يتحكم في الأحداث ويخلط الضوء على بعض الأحداث, يتجاهل طبعا بعض الأحداث, يخلط الضوء على بعض الشخصيات ويتجاهل أخرى. إذا نود أوف إمينيشن technique, use omniscient narrator which sometimes becomes obtrusive, use of cinematic technique similar to the camera eye and the zoom, detail control language, وهي rich in symbolism, use of metaphor, simile and personification, important role of the language of sense of impression, دور الحاسم والمهم التي تلعبه الانطباعات الحسية. Use of metaphor, simile and personification, where detailed control language rich in symbolism. توماس هاردي's Wasps, وهذا هو مصدر أحداث روايات توماس هاردي واللي احنا بنسميه توماس هاردي Wasps, وهي الخرطة تاعته. The Wasps of Novels and Poems at Hardy, معظم أحداث روايات توماس هاردي كانت مصدر أحداثها Wasps, وهي منطقة خيالية اخترعها توماس هاردي محاكاة للقرى والمناطق التي كانت تحيط بقريته ومنشئه. In Hardy's major novels there is a progressive mapping of a semi-fictional region, منطقة
خياليه جزئيا. The south west corner, وهو الجنوب الغربي, جزء الجنوب الغربي لانجلترا. And his native county, ومقاطعته الاصليه دورست. وهنا هذه هي المناطق والذي هو اخترعها, وتقريبا يعني مشابهة للقرى التي كانت تحيط بدورست, المنطقة التي ولد فيها. هنلاقي وسكس, هذا الاسم الخيالي هو مسرح أحداث رواياته ومسارته وأشعاره. أفكار توماس هاردي, يعني إيش الأفكار الرئيسية اللي في روايات توماس هاردي؟ أول فكرة, the difficulty of being alive, صعوبة البقاء على قيد الحياة. Nature, الطبيعة, وربما هنا nature هي قصد يعني بالله. Indifferent to man's destiny, لا تهتم بمصير الإنسان. Sets the pattern of growth and decay, هي التي تضع النظام التطور والنهاية. Implies regeneration, expressed through the cycle of season. A criticism of the most conventional moralistic hypothetical aspect of the society, وانتقاد كل الجوانب, جوانب النفاق ومعايير الأخلاق المزدوجة في المجتمع الفكتوري. Criticism of the most conventional moralistic hypocritical aspects of Victorian society, وهو انتقاد لجميع الجوانب النفاق ومعايير الأخلاق المزدوجة التقليدية في المجتمع الفكتوري. Palmic attitude to religion, كان عنده موقف أيديولوجي من الدين, بأن المسيحية غير قادرة على تلبية احتياجات الإنسان الحديث. Christianity is no longer capable of fulfilling the needs of a modern man, أن المسيحية غير قادرة على تلبية احتياجات الإنسان الحديث. Christianity is no longer capable of fulfilling the needs of modern man. وهنا رواية Tess that derails توماس هاردي, وهي الرواية التي كتبها في عام 1891, الرواية قبل الأخيرة Jude the Obscure. صراع الإنسان مع الطبيعة, انتقاده للعادات والتقاليد وللنظام الأخلاقي المنافق والنظام الطبقي في المجتمع الفكتوري, وانتقاد للمؤسسة الدينية الذي يعتقد أنها غير صالحة وغير قادرة على تلبية احتياجات الإنسان الحديث. is no longer capable of fulfilling the needs of the modern man. هنا رواية جوز أبسكيور التي سوف تكون معنا في مشاق رواية واحد. Jude the Obscure 1895, وهي آخر رواية كتبها توماس هاردي. قصتها تدور حول a boy from a poor village, طفل من قرية فقيرة, wants to become a student at the University of Christminster, يريد أن يصبح طالب في جامعة كريستمينستر والذي هي أكسفورد اليوم. He works as a stonemason, هو يعمل كمجدد في الكنيسة وعامل بناء. And studies in his free time, ويدرس في وقته طبعا وقت الفراغ. He get married to Arabella Dunn, تزوج أرابيلا دان. Have a son father time, وكان لديه طفل منها father time. He moved to Christminster after the end of his marriage, بعد أن أنهى زواجه من أرابيلا دان انتقل إلى كريستمينستر. هتلاحظ أن الشخصيات معظمها هي زي ما حكينا من القرية بيزرز, لأنه كان يركز على
شباب القرية وفتيات القرية وفتيات الريف الإنجليزي، ويتابع أحلامهم وكيف تأثرت أحلامهم بالتغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي واكبت الثورة الصناعية. جود ذا أبسكيور من الشخصيات اللي كانت موجودة عندنا، جود فولي البطل الرئيسي، وهذه هي رواية جود ذا أبسكيور. He meets his cousin Sue Brighthead، قابل بنت عمه Sue Brighthead، decides to live with her، قرر أن يعيش معها، though refusing the institute of marriage، بدون زواج، رافضا لمؤسسة الزواج. هذا second son and daughter، كان أصبح لديه منها ابن ثاني وبنت. Lives in a scandalous relationship with the disapproval of the narrow-minded people of the university town. طبعا هو عاش مع بنت عمه بدون زواج، وطبعا وهذا يعني في ذلك الوقت لم يلقى ترحيم من الناس تقليديين جدا، وخاصة سكان المدينة الجامعية التي كان يسكن بها. نتيجة لذلك هو خسر وظيفته وعاش في فقر مقطع، loses his job and experiences poverty. Jude the Obscure, which was written in 1895, the novel follows the Victorian convention of placing an organ at the center of the story. طبعا هذه الرواية تبعت تقاليد كتابة الرواية الفكتورية بوضع يتيم كمركز في القصة، زي رواية وذرينغ هايت لما حطينا اللقيط واليتيم هيتكليف في مركز الرواية لإيميلي برونت. مهم جدا تقرأوا وذرينغ هايت عشان تفهموا إيش المقارنة، إنه كيف الرواية الفكتورية دائما تركز إنسان فقير إنسان لقيط ويكون هو مركز الرواية. But denies him the possibility to fulfill his hope. لكن لم يستطيع جود فولي أن يحقق أحلامه. Takes him from defeat to defeat. وينتقل من هزيمة إلى هزيمة. خسر زوجته الأولى، ثم خسر بنت عمه، ثم خسر أولاده، ثم خسر حلمه في الجامعة، خسر أشياء كثيرة. إذن Jude the Obscure تعتبر هذه الرواية هي رواية تراجيدية. The tragedy of Jude is one. Frustration، إحباط، loneliness، الوحدة، uprooting، الانقلاب والاقتلاع من الجذور. Jude is obscure because، وهنا ترجم Jude the Obscure بأنه جود الغامض، وهناك ترجمات تقول أنه جود المغمور، ولكن أحداث الرواية كلها تؤكد أن جود هو مغمور لا أحد يهتم به، وأن الريف أصبح مهمل، وأن سكان الريف تركوا في الخلف ولا أحد يهتم إلى معاناتهم ولا أحلامهم ولا طموحاتهم ولا ماذا سوف يجري لهم. وهذا هي كانت النقطة الأساسية أو الركيزة الأساسية في روايات توماس هاردي. إن كنت حكت على الريف من أجل المال ومن أجل المادة، تركت ملايين من الناس يواجهوا مصيرهم بأنفسهم. وعندما جاءوا إلى المدينة لكي يبحثوا عن فرصة للعمل، أغلقت الأبواب أمامهم. فهنا جود مغمور. جود اسمه because he doesn't exist for others، مش مهم للناس التانيين، لا يوجد له أهمية، مهمل وأهمل حتى الموت. وهذا هو الريف الإنجليزي، أهمل حتى الموت، كنتيجة طبيعية للثورة الصناعية ومطامعها المادية. So the novel followed the Victorian convention of placing an orphan at the center of the story, denies him the possibility to fulfill his hope, takes him from defeat to defeat, and the tragedy of Jude is one of frustration, loneliness, uprooting.
جود is insecure because he doesn't exist for others. ولهذا السبب سوف نجد في رواية جود the Obscure أن معظم الشخصيات بعد تجاربها الأليمة الفاشلة المحبطة تعود إلى جذورها إلى القرية إلى ميري جرين بعد أن رفضتها المدينة وحطمت أحلامها. Jude the Obscure represents a departure from the Victorian novel. Jude the Obscure كانت تمثل انطلاقة من الرواية الفكتورية وابتعاد عن الرواية الفكتورية التقليدية والاقتراب من الرواية الحديثة. Portrayal of a weakened vitality and despair كانت تصور اليأس والوهن. The bleak urban setting deprived of dynamism. حتى المدينة ومسرح المدينة لا يوجد فيها حيوية. رواية جود أبسكيور تمتلئ بالقلق والتوتر والتدمير الذاتي sense of anxiety and self-destruction and the impossibility of the narrator to explain and interpret things. وطبعا استحالة على أن الراوي يوضح ويترجم كل شيء في الرواية. رواية غنية جدا، رواية مليئة بالأحداث، رواية مليئة بالأحلام والطموحات، رواية منطقتين أساسيتين، الريف ممثل بميري جرين والمدينة والتطور والحداثة ممثل بكريس مينستر، وبين هذين المشهدين يعيش طبعا الشخصيات جود فولي، أرابيلا دان، فيلاستون and سو برايت هيد، فاذر تايم، their children and the community of كريس مينستر University. رواية حلوة جدا، صحوا تقرؤوها وإن شاء الله هتكون هي من المساقات المقررة علينا في رواية واحد إذا تم تدريسها. هيك بتكون تكلمنا عن توماس هاردي، عن حياته، عن التأثيرات اللي صارت فيه. Most important literary works, novels. زي ما حكينا he wrote 14 novels, 7 major and 7 minor. And Jude the Obscure is one of the major novels and the last one. Also, we talked about Thomas Hardy's novels, features of these novels, Thomas Hardy's style. اتكلمنا عنه واتكلمنا أيضا عن وسكس وهو مسرح الأحداث وهذه المنطقة الخيالية التي تحاكي الواقع الموجود والقرى الموجودة واللي كانت هي مسرح لرواياته والأشعاره والأفكار التي تتكلم عنها رواياته وهي انتقاد المؤسسة الدينية، انتقاد مؤسسة التعليم، انتقاد للتمييز بين المرأة والرجل، انتقاد للنظام الأخلاقي طبعا المزدوج، معايير خاصة للمرأة، معايير خاصة للرجل، وانتقاد كمان أيضا للنفاق والأسلوب التقليدي للحياة الفكتورية. وهذه هي كانت طبعا من الأشياء الهامة في رواياته. كمان صور الريف الإنجليزي في الروايات والصراع بين النظام الزراعي والثورة الصناعية واللي كان النتيجة بأن أهمل الريف الإنجليزي وأهمل ملايين من البشر الذين تركوا في الخلف من أجل الثورة الصناعية ومن أجل طبعا المادة النظام الرأسمالي. وعندما حاولوا يعني الوقوف على أرجلهم سدت الأبواب في وجوههم. هيك بنكون تكلمنا نبذة عن توماس هاردي Life and Works وإن شاء الله نتقابل في محاضرة أخرى. لا تنسوا الاشتراك والمشاركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.